بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وبناتي طلاب المدرسة اليمنية الحديثة في الصف الثاني الثانوي. اليوم معنا الدرس الثالث في المغناطيسية، الدرس الثالث في المغناطيسية. درس جميل ولذيذ، يحتاج بس فقط شوية تركيز عشان نعرف نتعامل مع القوانين وحل المسائل فيها إن شاء الله، والتركيز على عملية المغناطيسية، الفيض المغناطيسي وكثافة الفيض المغناطيسي والمجال المغناطيسي كيف يتكون. أولا المجال المغناطيسي اللي هو يسمى أيضا الفيض المغناطيسي. المجال المغناطيسي هو الفيض المغناطيسي، المعنى واحد. تعريفه هو المنطقة المحيطة بالمغناطيس. تخيلوا أنه معانا مغناطيس سواء كان قضيب أو حدوة فرس، هو المنطقة المحيطة بالمغناطيس والتي يظهر فيه آثار المغناطيسية. يظهر فيه إيش؟ آثار المغناطيسية، تجاذب أو تنافر. يعني لو عملنا قضيب مغناطيسي مع قضيب مغناطيسي متشابهين بالأقطاب، معنا بيحصل إيش؟ تنافر. أما إذا كان مختلفين بالأقطاب فبيحصل إيش؟ أكيد تجاذب. هذا تعريف المجال المغناطيسي. إذن المجال المغناطيسي يتكون من مجموعة من خطوط وهمية تعرف بخطوط المجال. إن شاء الله الآن بس بالصفحة الجاية بنوضح بالرسمة خطوط المجال، خطوط الفيض المغناطيسي كيف يمر عبر السطح. إذن المجال المغناطيسي يتكون من مجموعة من خطوط وهمية تعرف بخطوط المجال. وهمية يعني لا ترى بالعين، لا ترى بالعين، إنما في معنى رسمة توضيحية عشان بس فقط نستوعب كيف تتكون خطوط المجال المغناطيسي. خطوط المجال المغناطيسي احنا قلنا تعرف بخطوط المجال. إذا خطوط المجال تعريفها هنا، تعريف المجال المغناطيسي الفيض المغناطيسي، هنا خطوط المجال المغناطيسي التي تتكون خطوط المجال المغناطيسي أو خطوط الفيض المغناطيسي، نفس الكلام اللي فوقنا. هي خطوط مزدحمة لا ترى بالعين المجردة، بل تظهر من خلال استخدام برادة حديد أو إبرة مغناطيسية. كلنا نشوف إذا استخدمنا مغناطيس نلاحظ أنه، وقربنا من برادة حديد نلاحظ أنه المغناطيس يجذب برادة الحديد إليه عند أطراف الأقطاب. وهذه الخطوط موجودة بكثرة فين؟ عند الأقطاب وحول المغناطيس، وتسمى خطوط الفيض المغناطيسي، تسمى خطوط الفيض المغناطيسي. طيب ما هي خواص خطوط الفيض المغناطيسي؟ أولا تخرج من القطب الشمالي متجهة إلى القطب الجنوبي، زي البطارية. التيار يخرج من فين؟ من القطب الموجب إلى القطب السالب، والفيض المغناطيسي نفس الكلام، تخرج من القطب الشمالي متجهة إلى القطب الجنوبي. اثنين توجد بكثافة كبيرة بالقرب من الأقطاب. أكثر حاجة موجودة عند الأقطاب، تكون شدة القوة المغناطيسية موجودة أكثر شيء عند الأقطاب، عند طرفي المغناطيس. ثلاثة خطوط الفيض تظهر شدة المجال المغناطيسي، خطوط الفيض تظهر شدة المجال المغناطيسي، فكلما كانت متقاربة كانت القوة المغناطيسية كبيرة. زي إيش؟ زي لما يكون معي مغناطيس على شكل حدود فرس، نلاحظ أنه على شكل حدود الفرس الأقطاب متقاربة بخلاف القضيب اللي هو مستقيم، الأقطاب متباعدة، بينما حدود الفرس الأقطاب متقاربة من بعضها البعض، فالقوة المغناطيسية عند أقطاب حدود الفرس قوية وكبيرة جداً. أربعة شدة المجال المغناطيسي تكون كبيرة عند نقطتي أقطاب المغناطيس، وتقل كلما ابتعدنا عن الأقطاب المغناطيسية، تقل كلما ابتعدنا عن الأقطاب المغناطيسية. تعالوا نلاحظ بالشكل هذا، الشكل اللي تكلمنا عليه من قليل. هذا السطح، نعتبر هذا الأصفر هو السطح، معي سطح عمودي. نلاحظ إنه خطوط الفيض المغناطيسي كلها تخترق السطح، أو بالسهل يبين لك، خارج من القطب الشمالي متجه للقطب الجنوبي، أو يخترق السطح. يخترق السطح عندما يكون إيش؟ عموديا. خطوط الفيض يخترق السطح،
يخترق أو يتدفق خطوط الفيض المغناطيسي من السطح عندما يكون السطح عموديا على المجال المغناطيسي. تعالوا نشوف كثافة الفيض المغناطيسي، نرمز لكثافة الفيض المغناطيسي بالرمز ب، نرمز لكثافة الفيض المغناطيسي بالرمز ب، هي عدد خطوط القوة المارة عموديا على وحدة المساحة. هذا تعريف كثافة الفيض المغناطيسي، عدد خطوط القوة المارة عموديا على وحدة مساحتها، الخطوط المارة عموديا على وحدة المساحة اللي هي مساحة السطح، هذا السطح له مساحة أو يمر عبرها كل الفيض المغناطيسي، متى؟ عموديا، لكن لما تكون موازية لا يمر. عندما يكون السطح هذا موازي، يعني هذا السطح يرجع موازي غير عمودي، يبقى ما فيش اختراق للمجال المغناطيسي أو الفيض المغناطيسي. وحدة قياس الفيض المغناطيسي، وحدة قياس كثافة الفيض المغناطيسي تقاس بوحدة تسلا، هذا كثافة الفيض المغناطيسي تقاس بوحدة تسلا، لأنه قانون كثافة الفيض، قانون كثافة الفيض ب يساوي الفيض المغناطيسي، الفيض المغناطيسي نرمز له بالرمز فاي أو، هذا رمز رمز الفيض المغناطيسي مقسوم على وحدة المساحات اللي هو من التعريف، من التعريف خرجناه، مقسوم على وحدة المساحات. وحدة القياس يساوي إيش؟ تسلا، أو يساوي ال كثافة الفيض المغناطيسي يقاس بإيش؟ بالوبر، وبر لكل متر مربع يساوي تسلا، جايين له الآن. التسلا تعريفها هي كثافة الفيض الناتجة عن مرور فيض مغناطيسي، الناتجة عن مرور فيض مغناطيسي مقداره واحد وبر عموديا خلال مساحة واحد متر، خلال مساحة واحد متر مربع، كما هو موضح بالشكل، كما هو موضح بالشكل، الناتجة عن مرور فيض مغناطيسي أو فيض مغناطيسي أو يمر خلال إيش؟ عموديا خلال وحدة المساحة، خلال مساحة السطح. إذن هذا كثافة الفيض المغناطيسي نرمز له بالرمز ب. لكن الفيض المغناطيسي، الفيض المغناطيسي، الفيض المغناطيسي يختلف عن كثافة الفيض، كثافة الفيض رمزه ب ويقاس بالتسلا، لكن الفيض المغناطيسي خلال سطح ما نرمز له بالرمز فاي أو بهذا الرمز فاي، هذا رمزه أو تعريفه هو هذا، هو هذا الفيض المغناطيسي هو المجموع الكلي لخطوط المجال المغناطيسي التي تخترق ذلك السطح عموديا، التي تخترق أو السطح هذا عموديا. ووحدة قياسي هي شيء ويبر، الويبر أو وحدة قياس الفيض المغناطيسي ويبر، لكن وحدة قياس كثافة الفيض تسلا، تسلا، واضح؟ إذن الفيض المغناطيسي أو فاي أي يساوي ب في سين. يا جماعة الخير أنا بشتقها من هذا القانون، بضرب طرفين في وسطين، إذن الفيض المغناطيسي يساوي ب في سين، ب في سين أو من القانون، ويقاس ب كثافة الفيض بيش يقاس؟ بيش يقاس؟ قلنا التسلا، أو ب يقاس بالتسلا كثافة الفيض، والمساحة بيش تقاس؟ بالمتر مربع. إذن الفيض المغناطيسي يساوي تسلا في متر مربع، تسلا في متر مربع، القيمة هذه، القيمة هذه تسلا في متر مربع إيش تساوي؟ تسمى ويبر، تسمى الويبر. يعني ما هي وحدة قياس الفيض المغناطيسي؟ هي تسلا في متر مربع أو أقول ويبر، واحد من اثنين صح. لاحظ هنا قال إذا كانت كثافة الفيض المغناطيسي تميل بزاوية، تميل بزاوية على السطح، فإن الفيض المغناطيسي أو عندما هنا يميل بسطح، خلاص بكتب نفس القانون، نفس القانون، فقط بزيد أضيف إيش؟ جيب الزاوية. ليش؟ لأنه قال لي عندما تميل بزاوية، طالما تميل بزاوية إذن أنا إيش بعمل؟ إذن أنا بعمل على طول أضيف الزاوية، أضيف جيب الزاوية، فتصبح العلاقة بهذا الشكل، فاي أو الفيض المغناطيسي يساوي ب في سين في جيب الزاوية، في جيب الزاوية نفس القانون، فقط أضفت أنا هنا إيش؟ ضربته بجيب الزاوية لأنه عندي زاوية، لكن لما يكون ما فيش عندي زاوية بستخدم هذه العلاقة، إذا كانت المسألة ما في زاوية فيها بستخدم هذا القانون. طا
طالما يقول لي في زاوية بستخدم هذا القانون. أتمنى أن يكون كلامي واضح. ركزوا على الملاحظة هذه كثير جدا، الملاحظة هذه مهمة. إذا كان كثافة الفيض باء موازي للسطح فإن مش بهذا الشكل كذا، هنا عمودي، هذا بالشكل عمودي موازي، معنى إنه هذا هذا يكون هو والخطوط سوا سوا مع بعض، الخطوط تكون موازية مساوية للسطح، مساوية للسطح. فإن أكيد ها بتكون قيمتها كم تساوي؟ صفر. ها بتكون صفر، هنا بيكون قيمتها صفر. وبالتالي إذا جيب الزاوية جاها كم بيساوي؟ شوفوا بالآلة الحاسبة، اعمل أنت جا صفر كم يساوي؟ بيساوي صفر. طالما الزاوية صفر إذا جا صفر يساوي كم؟ يساوي صفر. ومنه إذا طالما هذا قيمته صفر، الناتج حق هذا الصفر أضربه بالقيم هذه، الناتج بيطلع أكيد صفر. ليش؟ لأنه موازي للمجال، وطالما هو موازي للمجال ليش هذا يطلع صفر؟ لأن جميع خطوط المجال لا تخترق السطح. هنا شوف بالشكل هذا يخترق، لكن لما يكون موازي لا يخترق، لأن جميع خطوط المجال لا تخترق السطح في حالة أنه يكون موازي، كثافة الفيض يكون موازي للسطح. الملاحظة الثانية، إذا كان كثافة الفيض باء عمودي على السطح اللي هو زي هذا الشكل أو عمودي، نلاحظ أنه كل الخطوط تخترق السطح، تخترق السطح هذا، تخترق السطح. قال إذا كان كثافة الفيض باء عمودي على السطح فإن ها كم باء تساوي طالما هو عمودي؟ طالما عمودي إذا 90 درجة، ها تساوي 90 درجة طالما هو عمودي. إذا طيب وبالتالي جاء 90 بكم بيكون؟ أكيد بواحد. اعمل بالآلة الحاسبة ساين 90 بيطلع معك القيمة كم يساوي؟ واحد. معنى إنه القيمة هنا بيكون كم؟ واحد. بيكون قيمة جاها يساوي واحد لأنه جاء 90 بواحد. خلاص لما أضرب واحد بالقيم هذه الناتج بيطلع حق إيش؟ بيطلع قيمة باء وسين، باء وسين. أها. ومنه فاي اللي هو هذا، فاي كثافة الفيض المغناطيسي سيكون أعلى قيمة لأنه هنا بواحد، أعلى قيمة لأن جميع خطوط المجال تخترق السطح، جميع خطوط المجال تخترق السطح كما هو ثابت أو واضح من الشكل أهو، ثابت أو الخطوط كلها تخترق في حال يكون الخطوط الفيض عمودية على السطح، عمودية على السطح كما هو واضح بالشكل. تعالوا نشوف أمثلة على هذا الكلام، أمثلة مثال سهل جدا وعليه يبنى أي مثال، أي أمثلة. قال مجال مغناطيسي منتظم كثافة فيضه 5/10 تسلا، كثافة الفيض باء كم يساوي؟ 5/10 تسلا. تمر خلال سطح مساحته 40 متر مربع، إذا سين كم يساوي؟ 40 متر مربع. أحسب الفيض المغناطيسي في الحالة التالية، شوف يطلب مني أحسب الفيض المغناطيسي اللي هو فاي كم في الحالة التالية. أولا عندما يكون السطح عمودي على المجال، احنا قلنا لما يكون السطح عمودي على المجال معناه انه الزاوية تكون كم؟ 90 90. دخلنا هو أصلا بزوايا، معناه أنا بستخدم العلاقة اللي فيها زاوية، قلنا لما تكون تميل بزاوية معناه بدخل الزاوية، بدخل إيش؟ الزاوية. ما في زاوية بستخدم باء في سين، بقول فاي يساوي باء في سين، لكن في زوايا طلبها مني بالزوايا. إذا فاي إيش يساوي؟ أو الفيض المغناطيسي يساوي باء في سين في جيب الزاوية، أو في جيب الزاوية. تعالوا باء في المسألة كم تساوي؟ اللي هو كثافة الفيض 5/10، بحطها هنا أعوض 5/10. المساحة كم يساوي؟ 40، هي 40 أضربها في 40. في جيب الزاوية 90، أنا ماشي لكم خطوة خطوة عشان تعرفون فين جهة هذه وفين جهة هذه. جيب الزاوية، جيب الزاوية 90 كم تساوي؟ واحد. قلنا جاء 90 اللي هو ساين 90 بواحد، إذا كم يساوي؟ 5/10 في 40 في كم؟ في واحد، في واحد. إذا نضرب 40 في نص كم يساوي؟ 20 ويبر، 20 ويبر، اللي هو هذا عندما يكون السطح عمودي على المجال، هذا رقم واحد، رقم واحد. رقم اثنين قال إيش؟ عندما السطح يميل على المجال بزاوية 30 درجة، هنا بزاوية 30، قابل الزاوية 30، معناه أنا بطرح عند جا، عند جيب الزاوية هذه قيمة إيش؟ جا 30، بقول جا 30، جا 30 اللي هو ساين 30، شوفوها بالآلة الحاسبة، اعمل ساين 30 بيطلع قيمته كم يساوي؟ نص، أو بيساوي نص، جا 30 بنص، وأنا قد عملت لكم الملاحظة هنا، عملت لكم الملاحظة هنا. إذا أقول على طول أطبق القانون هذا، باء بكم؟ بـ5/10، كثافة الفيض بكم؟ بـ5/10،
في السطح المساحة كم؟ 40، على ما هي موجودة المسألة 40 أحطها هنا. في جا 30 اللي هو ساين 30، أعملها بالحاسبة ساين 30 بنص. 40 في نص بكم؟ ب 20. 40 في نص ب 20. 20 في نص اللي هو قيمة جيب الزاوية، 20 في نص كم يساوي؟ 10 وبر. 20 في 1 ب 20، 20 قسم 2 من 10 وبر. ليش؟ لأنه جا 30 يساوي نص، جا 30 يساوي نص. تعالوا نشوف الطلب الثالث، السطح موازي للمجال، موازي للمجال. قلنا لما يكون موازي، السطح موازي للمجال معناه انه ايش؟ المجال لا يخترق السطح، لا يخترق السطح. متى؟ لما يكون موازي. تعالوا نشوف فاي يساوي نفس القانون هذا بطبقه، نفس القانون هذا بطبقه. اذا كم معي كثافة الفيض في المسألة؟ 5 من 10 بقول 5 من 10 في 40 في جيب الزاوية اللي يقل لي كم؟ السطح موازي معناه صفر. قد قلنا لما يكون السطح موازي يكون القيمة صفر، جيب الزاوية صفر، إذا جا صفر، إذا جا صفر بكم يساوي؟ بالآلة الحاسبة ساين صفر اعمل، بيكون قيمته صفر، اعمل بالآلة الحاسبة ساين صفر، الناتج بيكون صفر، إذا صفر أضربه في القيمة هذه كم بيطلع؟ أكيد صفر، أي عدد نضربه بصفر الناتج صفر، إذا 20 هذا هو 5 من 10 في 40 ب 20، 20 في صفر اللي هو جيب الزاوية هذه يساوي كم؟ صفر. لماذا؟ لأنه جا صفر يساوي كم؟ صفر، وأي رقم أو أي رقم نضربه في صفر الناتج يكون صفر. هنا مسألة طبعا أنا عملتها اعتبروها أنتم كواجب، الإجابة موجودة أنت تختار الإجابة الصحيحة. قال مجال مغناطيسي منتظم، نفس المسألة هذه، مجال مغناطيسي منتظم كثافة فيضه 2 من 100 تسلا مر خلال سطح مساحته 100 متر مربع، فإن الفيض المغناطيسي في الحالة التالية يكون، في هذه الحالات، لا في الحالة الأولى إذا كان السطح عموديا على المجال إيش الناتج بيكون؟ 2 وبر، 4 وبر، 6 وبر. شوفوا حلوها بنفس الطريقة هذه، بنفس الحالات الثلاثة هذه، شوف إيش الناتج اللي بيطلع معك، أكيد واحدة من الثلاثة الإجابات هذه صحيحة. الحالة الثانية إذا كان السطح مائلا على المجال بزاوية 30 درجة، بزاوية 30 درجة، إذا هنا 30 درجة بكم قيمتها؟ قلنا الزاوية 30، تطلعها وتستخدم القانون هذا وتطبق عليه وعلى طول بيطلع معك واحد من الإجابات هذه صحيحة، واحد من الإجابات هذه صحيحة 100%. إذا كان السطح موازيا للمجال أعتقد أن كلكم بعد جاوبها من غير ما من غير حل أو من غير ما تجربوا حلها، أكيد في واحدة من الثلاثة هذه من ثلاث الإجابات صحيحة، يا إما 2 وبر، يا إما 1 وبر، يا إما إيش؟ صفر، إذا كان السطح موازيا للمجال. هذه المسألة وهذا المثال تطبيق للي اسمه، وكل الأمثلة والمسألة مثلها إن شاء الله. أتمنى لكم التوفيق والنجاح، وإلى لقاء آخر في الحصة القادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.